الريحة وجبنا أمراض وسكننا حبوب. طبعا معنا حب طبعا المدارس يوم يومين. وين بتلعبوا؟ لعبوا هناك. بيعانوا من بعض الامراض بسبب البعوض، امراض جلديه، ممكن كمان امراض بتكون بتسبب اسوء شيء هو شلل الاطفال. الحمد لله الحالات موجوده عندنا حاليا قليله جدا، ولكن احنا نتخوف في المستقبل اذا استمرت هذه الدرجه ان الامراض سوف تزداد، وخاصه مع انتشار مرض الكورونا. يعني نحن نؤمن انفسنا داخل البيوت، فما بالكم في الفقره الصحيه التي خلفنا الان. المياه في داخل الأراضي الزراعية وفي داخل الأراضي نفسها، وبالتالي أصبحت هذه الأراضي بور لا تصلح للزراعة نهائيا. كل من صح مياه الساحل تملصت ومن مدتها اللي هي حكت لنا أن مفترض أن يتم إزالة البرك في تاريخ 5/4، وأيضا قبلها كانت لدينا انصارات للأسف. أيضا الجميع تخلى عن المنطقة الغربية في الانصارات، ونحن نأمل من المسؤولين نشكر كافة المسؤولين في فلسطين سواء كانت في الضفة أو كان سواء في قيادة حماس أنهم ينظروا إلى هذه المنطقة بعينها. كيف يرضى المسؤولين أن لا يقيم هذه البرك التي قد تؤثر على 100,000 نسمة وهو تعداد مدينة أرسل؟